بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة دي ان شاء الله هنتكلم على الاوتو سنسور او حساس العادم. الحساس ده دايما اي حاجة في السيارة بتحصل في المحرك يقول لك غيره على طول، بدله. الحساس ده اقرب تشبيه ليه ان هو الشيف او الطباخ اللي في المطبخ العمومي، هو اللي بيتذوق المنتج النهائي للمطعم يشوفه صح ولا لا. لو في مشكلة بيرجع للطباخين او المساعدين بتوعه، زودوا الملح، قللوا الملح، زودوا التوابل، ايا كان. فهو بالذات صعب او يعني احتمال اعطاله قليلة. اي حساس تاني، حساس بقى ماب، حساس الهواء يعني، حساس المانيفول، الماس اير فلو، انجكتور في مشكلة، ترومبة بنزين فيها مشكلة، في سدد في الفلتر، الانجكتور مسدود او بيسيل، او عندك ميس فاير، تفويت اشعال، بوجيهات مش شغالة، قديمة، اي حاجة زي كده بتعمل لي خلل في الخليط. يا اما بتخليهولي خليط غني او خليط فقير. كلمة خليط غني يعني البنزين نسبته اعلى من الهواء، خليط فقير يعني الهواء اكتر من البنزين، او البنزين اقل من العادي وبالتالي بيبقى خليط فقير. الخليط الغني ممكن يبقى الهواء هو اللي قليل والبنزين مظبوط، زي مثلا سدد في فلتر الهواء. الاحوال دي كلها بتأثر لي على اداء الحساس ويطلع بيقرا غلط او بيقرا منخفض او بيقرا زيادة. فلازم نتأكد من المعلومات اللي جاية، ايه اللي سبب الخليط الغلط ده. الحساسات المسؤولة عن ضبط الخليط لازم هي تتفحص. انما طبعا عشان ما نفحص كل الحساسات، الاسهل جدا نشوف الحساس عندنا الاوتو سنسور هل شغال، هل هو متجاوب، هل سريع في الاداء بتاعه ولا لا. ده اللي هنشوفه في الحلقة دي. طبعا كنت عامل طبعا استفتاء او استطلاع الرأي في القناة، كانت النتيجة زي ما احنا شايفين دلوقتي. طبعا الناس كلها جاوبت، طبعا الاساتذة اللي هم دول الاتنين دول هم اللي جاوبوا اجابة سليمة تماما. انما طبعا 68% بيتكلموا في التنظيف و32 يقول لك استبدل. هم طبعا الحالتين غلط، لان انت المفروض الاول تتاكد فعلا ان الحساس ده شغال ولا لا. فكره التنظيف انا عملت حلقه قبل كده عن موضوع التنظيف مش مجديه، هي بتبقى في حالات خاصه. مثلا عندك لوقت قصير جدا عندك تبخير زيت وحليت المشكله قبل ما الزيت يبدا يدخل ويسد المسام الخاصه بالحساس. طبعا في ناس كتير بتعتقد ان الحساس اللي هو الغلاف المعدني، ويجيب فرشه سلك او صنفره او ورق رمله وصنفره ويلمعه يبقى خلاص كده اتنضف. ده غلاف، الجزء اللي هو حساس فعلا اللي هي ماده الزيركونيوم اللي جوه الجزء المعدني ده. القياس بالافوميتر لما يكون الحساس مش شغال خالص، اوف يعني مقفول مفيش اي قرايه ليه. اللي احنا شايفينه ده حاله الاوتو سنسور حساس العادم، هو شغال. النوع ده النيرو باند، النوع التقليدي، النوع الاحدث والافضل اللي هو الوايت باند واتكلمت عليه قبل كده، وده بيبقى ماشي بخط واحد بالعرض. النوع ده اللي هو النيرو ده العادي ده فوق عند 8.1 من الفولت، يعني وقود غني. تحت 1.1 وقود فقير. طالع نازل زي ما احنا شايفين، يبقى الوضع ده كده سليم مفيهوش مشكلة، والكمبيوتر بيصحح الوضع. في حالة الوايت باند اللي هو بيبقى ماشي بالعرض، طبعا دي بتختلف القياس ازاي، بمعنى هو بيبقى ماشي اصلا بالعرض، ولكن بقى مثلا التيوتا 3.2 فولت اقل من كده وقود غني، اعلى من كده وقود فقير. النيسان 2.2 فولت اقل من كده وقود غني، اعلى من كده وقود فقير. ده كده يعني ايه شويه سيارات بالشكل ده. فقلنا فوق في الحاله بقى بتاعتنا دي، فوق كده عند 7.1 8.1 بقى وقود غني، تحت عند 1.1 2.1 يبقى وقود فقير. طيب عشان تختبر بقى صح، زي ما كتبات الصيانه بتقول، بتقيسه او بتشوفه عند 2000 لفه 2500 لفه ار بي ام. انا هرفع الدوران دلوقتي ل 2500 المفروض يبقى شغال بالشكل اللي احنا شايفينه ده.
ده كده الاختبار السليم فوق ال 2000 لفة. شايفين شكله عامل ازاي كده؟ طيب عموما انت عشان تتاكد ان دايما الحساس بتاعك شغال بوضع سليم ولا لا، بنعمل حاجه اسمها سناب، بمعنى هندوس على بدال البنزين بسرعه ونشغل رجلينا تاني. عد الدوسات ورا بعض. هنشوف كده. شايفين اللي حاصل ده؟ البوابه تتفتح بقى في حقن زياده، شايفين كده؟ ده وقود غني. لما هبطل بقى خالص عادي هتمشي عادي، بصوا بتنزل تاني على طول بسرعه ازاي. لما البوابه تتقفل والانجكشن بيقف، شايفين؟ او بيقل زمن الحق، شايفين؟ بيبقى فقير تاني، بعد كده يرجع يشتغل. ده وضع مثالي، وضع سليم. طيب لو انا دلوقتي كشفت لقيت الخط فوق، خط فوق يعني عندي قلنا خليط غني، ازاي بقى اجبر المحرك اللي هو ينزل الحاله دي؟ هنعمل تيست بحيث نخلي الخليط فقير ونشوف الحساس ده هل فعلا هينزل ولا هيفضل ثابت. طبعا لو ثابت يبقى كده عندي مشكله في الحساس ده ويبقى تلف خلاص وهنغيره. الحاله الثانيه العكس بقى، لو انا لقيت الخط تحت يعني وقود فقير، هندخل المحرك في حاله الخليط الغني والمفروض نلاقي الحساس يقرا فوق. لو ما قراش فوق يبقى انا كده برده عندي الحساس في مشكله ونتجنبه ونبدله. لقيت الحساس الجواب معايا في الحالتين، يبقى خلاص هنشوف بقى اي مشكله ثانيه، اي حساسات ثانيه مأثره على قرايه الحساس اللي هو الخاص بالاوتو سنسور. طيب احنا هندخل وقود ازاي جوه الموتور؟ هنعمل حاله ريتش كونديشن او خليط غني. هنستعمل كربيراتير كلينر اي نوع طبعا. الفكره كلها انه ده بيبقى بنزين قوي يشتغل زي البنزين عادي، فهديك نفس حاله الوقود الغني او الريتش كونديشن. هنجرب ده ازاي؟ هندخله جوه الانتيك. اسهل حاجه اللي هو الهوز او الخرطوم اللي ده جاي من بوستر او سيرفو الفرامل. هنفكه كده. اي قطعه مطاط عادي جدا هتتحط. طبعا الموضوع ده لازم تكون طبعا معموله باحكام كامل، لان هنا بيبقى فيه فاكيوم شافت قوي، لو انت حطيت حاجه مش قويه مش مربوطه كويس ممكن تتسحب جوه وهتدخل على السلندرات جوه هتعمل مشاكل، فنخلي بالنا من الموضوع ده. بنحطها ونقفل عليها كده. بأي مسمار رفيع نعمل فتحة بقى هنا وندخل الأنبوبة ونشتغل بالكربيراتير كلينر. هنشوف ازاي. طبعا شغال كده بشكل سليم. انا هضغط هنا وهنشوف بقى الوضع هيبقى شكله عامل ازاي. يعني عايز اخلق حاله خليط غني ريتش كونديشن. هنشوف بقى شكل الرسم ازاي. شايفين الحالة؟ شايفين بقى عالي ازاي؟ اهو وقود غني اهو باين كده. قفلت تاني، شوف بقى هينزل ويرجع تاني يصحح وضعه ويبدأ يطلع وينزل بشكل طبيعي تاني. يبقى انا كده عملت حالة الريتش او حالة الغني، اداني الحالة دي. طب انا بقى هعمل حاجة تانية، هخليه وقود فقير، هدخل هواء زيادة. انا هشيل ايدي دلوقتي من الفتحة دي، هدخل هواء. المفروض كده يبقى نسبة الهواء للبنزين هواء ازيد من البنزين. هعمل لي وقود فقير او خليط فقير. بصوا بقى شايفين نزل ازاي؟ اعتقد موضوع بسيط جدا وسهل اهو. هسد ايدي بقى هنا كده اهو، هيطلع الوقود تاني، هيتظبط تاني ويبقى طالع نازل بشكل طبيعي. موضوع طبعا سهل وبسيط. عشان تفك الحساس يا اما عندك السبيشال تولز اللي احنا شايفينها دي، او تجيب مفتاح عادي وتقطع من هنا. لو عندك الفيشه بتاعت الحساس تخينه، لو فيشه صغيره بتدخل من هنا بيبقى مفيش مشكله بتفك
عادي. لو الفيشه تخينه بتعمل فتحه في المفتاح عشان الفيشه السلك بنفسه تدخل السلك وتلف. الموضوع بسيط مش محتاج يعني اي حاجه، وهنشوف دلوقتي ازاي. ده شكل الحساس وهو جوه انبوبه العادم او ماسوره العادم. طبعا الغلاف المعدني اللي انا قلت عليه قبل كده، فكره ان انت تجيب صنفره او ورق رمله او فرشه سلك وتلمعه، ده ملوش دعوه بالتنظيف خالص. التنظيف بيبقى ماده الزيركونيوم اللي هي شبه الخزف السيراميك، هي دي بتتنظف، وفي جميع الاحوال بتبقى النتائج يعني مش مشجعه. بالنسبه لموضوع فك الحساس نفسه، طبعا فك السنسور ده لازم اول حاجه تكون السياره بارده تماما. هنستعمل مزيل صدى زي مثلا الدبليو دي 40 او اي حاجه بتشيل لي الصدى، ونبدا نفك بهدوء. طبعا فكره نسخن على الحساس عشان يتفك، انا سايب عندك رابط في الاسكريبشن تحت او الدايره اللي فوق المشاكل اللي بتحصل موضوع التسخين ده. بيتلف الحساس تماما، يعني بتسخن عليه بلمبه فبيتلف وبيتحرق من جوه السخان الداخلي. طبعا بتفك الفيشه، طبعا اتاكد جدا موضوع الفيش ده اللي هو كمان يكون سليم، ما فيهوش صدى، ما فيهوش ميه، ما فيهوش اي مشاكل بتعمل توصيل سيء او باد كونتاكت. بنفك الفيشه، بعد كده نبدا نفك بمفتاح الصواميل الحساس طبعا بهدوء كده، هتلاقيه اتفك معاك. طبعا دايما لما بيكون في مشكله طبعا بتلاقي دايما دخان اسود زي ما شايفين كربون، لان الخليط ما بيبقاش مظبوط، بيبقى البنزين اعلى من الهواء وبالتالي بيبقى الاحتراق غير كامل وبيبقى فيه كربون ياما زي ما احنا شايفين كده. طبعا بتجيب الحساس الجديد، تتاكد مهم جدا الفيشه بالظبط نفس ترتيب الاسلاك زيها بالظبط. حاجات طبعا بديهيه ما فيهاش، طبعا بتجيبه اصلي لان لو جبته تقليد بيشتغل معاك شهر اتنين تلاته وبعد كده بتلاقيه قطع وفصل تاني. طبعا بتركب السن الاول، تتاكد طبعا متركب صح، يعني المفروض يلف معاك بهدوء. بعد كده بتبدا تربط عليه لغايه ما يبقى محكم، بعد كده بتركب الفيشه، يبقى انت كده خلصت الموضوع كله. ده كده باختصار موضوع الاوتو سنسور او حساس العادم اللي دايما بيبقى مظلوم معانا في التبديل بدون اي داعي. بس كده، ونشوفكم في حلقه جايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.